للحديث عن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في بغداد رغم تصنيف يعني بغداد كأسوأ مدينة للعيش في العالم ونظرا لسوء الخدمات فيها، ينضم معنا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة الاقتصادية الدكتورة هدى فالح الكبيسي. دكتورة هدى، بداية مرحبا بك، يعني ما هو تفسير ارتفاع أسعار العقارات في بغداد؟ مساء الخير عليك دكتور سمير وعلى السادة المشاهدين الكرام. يعني في الحقيقة مجموعة عوامل، هي سياسية، هي اقتصادية، وهي اجتماعية. يعني مشكلة التنمية في العراق دائما تثبت لنا شيء مهم جدا، أن الاقتصاد هو متغير تابع للسياسة، وبالتالي هنالك ما ذكرتموه في تقريركم، أن ما بين غسيل الأموال وما بين التزوير وما بين سيطرة مجموعة من الميليشيات على المناطق السكنية وبالتالي على الدور السكنية، سواء كما أيضا ذكرتموه في تقريركم ما بين بغداد والبصرة ونينوى وإلى آخره، وخاصة في 2017 بعد التخلص من داعش في هذه الفترة. كل هذه مجموعة هذه العوامل نضعها تحت مسمى الاقتصاد الاجتماعي، يعني بمعنى هنالك عوامل اقتصادية وهنالك عوامل أخرى اجتماعية. العوامل الاقتصادية هي واضحة من خلال يعني ارتفاع أسعار العقار، هو وجود عمليات تبييض للأموال، لأن الحكومة نوعا ما ضيقت على بعض الأفراد من عملية التحويل المالي الخارجي، فبالتالي لجأوا هؤلاء إلى شراء الدور السكنية وبالتالي أدى إلى ارتفاع أسعارها. هذا عامل واحد. العامل الثاني الذي ممكن أيضا أن نشخصه هو مرور العراق وكل العالم يعني طبعا، بس تحديدا في كلامنا هنا عن العراق، في ظاهرة الإغلاق في 2020 بسبب جائحة كورونا، أعطى هذا صورة غامضة لبعض الطبقات الموجودة في المجتمع التي تمتلك المال بأن مستقبل الأحوال في العراق غير معروفة، وبالتالي لجأوا إلى استثمار أموالهم في شراء الدور السكنية. هذا الإقبال الكبير دكتورة هدى على شراء العقارات والأسعار جنونية، إلى أي مدى يؤكد شبهة الأموال المستخدمة، لا سيما أن أغلب العقارات مسجلة باسم مسؤولين حكوميين وكذلك أقاربهم؟ نعم، أيضا هو هذا، أيضا يرجع هذا الموضوع إلى وجود، يعني لو أردنا أن نرجع إلى العامل الاجتماعي، وبالتالي يعني نستطيع أن نصنفه بالشكل التالي، أنه وجود أصبح الآن لدينا في العراق طبقة فاحشة الثراء وطبقة مسحوقة. هذه الطبقة الأولى هي مثل ما ذكرت حضرتك، هي قد تكون تحوي في يعني في طياتها ناس هم يعني من السياسيين الموجودين حاليا، وقد يوجد هناك بعض من هؤلاء الذين ظهروا على سطح التجارة والأعمال كرجال أعمال، ولكنهم ظهروا حديثا في هذا المجال، يعني عن طريق طبعا سرقة الأموال وعن طريق تبييض الأموال وإلى آخره. أدى هذا أيضا إلى ارتفاع الأسعار. هذا واضح. دكتورة هدى، بالتأكيد الدول تسعى إلى يعني تنمية الاقتصاد لديها، عملية يعني شراء العقارات بهذه الأسعار وتجميد الأموال العراقية على هذا النحو، يعني هناك حرف لمسار التنمية الاقتصادية، بدل أن يكون هناك يعني بناء لمعامل ومصانع وبنى تحتية، نرى أن هذه الأموال تجمد في قطع أراضي وفي عقارات جامدة. ما تأثير ذلك على الاقتصاد العراقي؟ هي عملية تجميد أموال، يعني كما نلاحظ، يعني احنا نعرف كلنا ان الاستثمار يجب ان يكون في مجالات اخرى، في مجالات صناعية زراعية، لكن هؤلاء لانهم ظهروا حديثا على الساحة الاقتصاد والاعمال والى اخره، فبالتالي هم لا يرغبون بالدخول في مجالات صعبة استثماريا، وبالتالي يرغبون في الدخول إلى مجال سهل جدا، ألا وهو شراء الدور السكنية، وبالتالي الاستفادة أيضا من الأموال اللي هم يملكونها في أنها تثبت في مجالات رأس المال الثابت وليس في مجال رأس المال الإنتاجي الآخر الذي نقصد به، أو كما ذكرت حضرتك أيضا لماذا لا يفكرون بمجالات أخرى كأن تكون الصناعية. هؤلاء بعيدين جدا عن هذا المجال،
هنالك شيء مهم دكتور سمير أحب أن أذكره أيضا، تخفيض قيمة العملة. يعني ثبت أن تخفيض قيمة العملة الدينار من بين الأشياء التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، أي ارتفاع المواد السلعية والمواد الغذائية بشكل خاص، لكن أيضا أدت إلى ارتفاع أسعار العقار بنسبة 50%. بمعنى هنا أن ارتفاع الأسعار كان أكثر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية اللي هي تقريبا ازدادت حوالي 23% أو أكثر بقليل. إذا هذه المسألة تتعلق كلها بجوانب اقتصادية والأخرى الاجتماعية، هو عدم وجود طبقة المتوسطة في المجتمع العراقي، وبالتالي هذه الطبقة الوسطى التي نعتمد عليها في أنها تستطيع أن تعمل على إحداث التوازن المجتمعي في كافة أنحاء المنظومة السياسية والاقتصادية والثقافية انعدمت في العراق، وبالتالي هؤلاء لا يستطيعون الحصول على شراء الدور السكنية كما ذكرتم في تقريركم، لارتفاع أسعار الأمتار وصلت إلى حوالي المتر المربع الواحد إلى 12 مليون دينار عراقي، وقد تصل إلى بعضها إذا بالدولار إلى 7000 5000 إلى 7000 دولار. إذا هؤلاء سوف لن يستطيعوا أن يعملوا على شراء هذه الدور، وبالتالي عدم وجود هذه الطبقة هي التي أدت إلى اختلال التوازن المجتمعي في المجتمع العراقي ككل، بالإضافة إلى العوامل السياسية التي ذكرناها والعوامل الاقتصادية. نعم، شكرا جزيلا لكم دكتورة هدى فالح الكبيسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، الأكاديمية والباحثة الاقتصادية.